جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعث بقضية، ملخص هذه القضية أن إمامهم يلحن في القراءة لحنا يخل بالمعنى في بعض الأحيان، فهل له أن يصلي بالناس؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز أن يؤم الناس من يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، كأن يقرأ العالمين العالمين، أو أنعمت عليهم أنعمت عليهم، أو ما أشبه ذلك من اللحن الذي يحيل المعنى، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ويجب أن تقرأ قراءة صحيحة مستقيمة، فمن كان يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فإنه لا يكون إماما لمن هو أحسن منه قراءة وأحسن منه حالا في القراءة، ويجب عليه هو أن يتعلم القراءة الصحيحة مهما أمكنه ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.